مرحبا يا صالح اهلا دكتور الله يعطيك العافيه نهار بيك خلينا نستنى شوي بس كم هاي بلشوا الشباب يدخلوا هاي ميسة كمان خلني أشير لكم السلايدات إحنا اليوم إن شاء الله حتكون آخر محاضرة عنا اه وحتكون محاضرة جاية عبارة عن مراجعة إذا في استفسارات أو أي أسئلة اليوم ننهي بشكل كامل اه إحنا وصلنا في المرة اللي فاتت تكلمنا عن معادلة الانحدار أو تحليل الانحدار حكينا بنعيد عشان نكمل بناء عليه، حكينا انه معادله الانحدار وتحليل الانحدار في حال مبني على شيء اسمه الارتباط بين المتغيرين، في حال اذا كان في ارتباط بين المتغيرين قوي جدا فان يعني اننا نستطيع معرفه قيمه متغير باستخدام قيمه متغير اخر، يعني هلا احنا اخذنا المحاضره اللي فاتت تكلمنا عن الانحدار ريجريشن وتكلمنا عن شيء اسمه الارتباط. هلا اذا في كان في ارتباط قوي بين المتغيرين مثلا العمر والطول وريفر بغض النظر فبالتالي من خلال معادله الانحدار اذا كنت بعرف متغير استطيع معرفه المتغير الاخر هي الفكره الرئيسيه من معادله الانحدار هلا معادله الانحدار زي ما شايفينها امامكم هي y تساوي a ضرب x زائد b هلا a و b ثوابت x واي متغيرات بيكون بينهم علاقه هلا العلاقه بتكون قويه سواء كان ما بيهمني سواء كانت طرديه او عكسيه طردية يعني إذا زادت قيمة A بزيد قيمة إذا زادت قيمة X بزيد قيمة Y أو عكسية إذا زادت قيمة X بتقل قيمة Y هلا برنامج الـ SPSS بيخلينا نوجد مع معادلة الانحدار هاي أو تحليل الانحدار فبالتالي بكون عندي داتا مثلا قيمة X و Y هلا إذا أعطيتك قيمة X بقدر أشتق قيمة Y من خلالها يعني. من واضح؟ عشان هيك Y يعتبر بسموه المتغير التابع اما اكس بسموه المتغير المستقل شايفينه ولا اوكي اذا المتغير التابع بسموه الديبندنت اللي هو واي المتغير المستقل اكس بسموه اندبندنت فمثال المثال اللي كنا نشتغل عليه سابقا اللي هو الطول وال ايش؟ والوزن هلا إذا أنا بعرف وزنك هلا الأوزان كان عندي في الجدول السابق هي إذا لاحظتوها في الجداول السابقة هي في الطول وفي الوزن هلا في عندي الوزن مثلا في عندي 56 57 59 طلعوا يجي زي وزنه 80 مش موجودة هي القيمة ولكن من خلال إيجاد قيمة معاملة الانحدار من خلال معادله الانحدار استطيع اذا اعطيتك مثلا قيمه مثلا 80 قيمة مش موجوده هون استطيع اشتق اعرف قديش ممكن ان يكون ايش طوله هذا حكينا عنه في المحاضره السابقه لاحظ مثلا اذا في حاله اذا عرفت الثوابت اللي هي ايه قيمه ايه هيها وقيمه بي هلا الهاي هو المتغير ايش تابع اكس اللي هو اللي هو الوزن اللي هو المتغير المستقل A و B موجودات فلاحظ هذول بدك عشان توجدهم في من خلال قيمه فبالتالي عندي الـ SPSS موجود لي اياهم. مثلا على افتراض انه وزنه 70 الوزن الويت 70 وعندي الثوابت موجوده فانا بستطيع اني اشتق مين اعرف او استنتج شو طوله، اذا كان وزنه 70 فانه طوله بيطلع من خلال هاي المعادله 185. هلا اذا طلعنا على الجدول الاصلي اللي كان وزنه 70 الحقيقي هي هاي القيمة المتنبئة هي اللي بقدر أقدرها القيمة الحقيقية لما كان وزنه 70 كان طوله 180 فايش بسموه الفرق ما بين القيمة الحقيقية يعني على الجدول وبين القيمة المشتقة اللي احنا وجدناها من خلال معادلة الانحدار هذا الفرق بسموه خطأ في التقدير فالخطأ في التقدير أنا طلع معي 185 الخطأ الأصلي الفعلي طلع 180 فبالتالي 185 ناقص في الخطا خمسة هلا انت بتقدر في شغلك او انت بتوجد تحدد مقدار الخطا في التقدير اوكي؟ 5% مقبول لما يكون في خطا تقدير خمسة مقبول. نفس الشيء هون لاحظ هي بين الجريد وبين الغياب. فاذا عرفت انا كم مره غاب فبستطيع اني استنتج مقدار اللي هو درجته. فطلع نفس الشيء عندي مقدار التق... الخطا في التقدير اللي هو خمسة هلا كيف نوجد هذا الكلام من خلال الاس بي اس اس بتروح على شيء اسمه ريجريشن واحنا بنتعامل مع الانحدار الخطي لينير في انواع مختلفه من انواع الريجريشن احنا بس مطالبين في الريجريشن اللي هو من نوع لينير تختار المتغير المستقل اوكي وبتغير المستقل المتغير التابع اوكي وبعديها بتعطيه اوكي فبالتالي او تستخدم نوع لاحظ قيمه معامل الارتباط احنا نستخدم نوع بيرسون بيطلع معك هاي الجداول اللي هو ب... اللي هو قيمه الار خلينا نكبرها شوي هذا حكينا عنه كله المره اللي فاتت بس بذكر فيه لما تيجي تطبقه بيطلع معك ثلاث جداول في جدول الار اللي هو معامل الارتباط اللي هو باستخدام بيرسون وحكينا وقتها اذا كان القيمه اقرب من فوق النص لاقل من الواحد بكون في ارتباط قوي في عندك جدولين اللي هو هاد الانوفا بيعطيك مين هو المتغير التابع والمستقل وفي عندك الجدول الاخير الثالث اللي هو بيعطيك قيمه البي وقيمه الـ A اللي هي قيمه الثوابت لاحظ من خلال الجدول الثالث اللي هو هاي اللي هو بيعطينا مقدار اللي هو ايش؟ الثوابت طيب خلينا نشوف هذا الكلام خلينا نشير من عندي هون هاي شير لكم لو بنيجي على Analyze زي ما حكينا سابقا بنختار اللي هو Regression هيو بنختار من نوع لينير ريجريشن انحدار الخطي تحدد العامل المستقل والتابع مثلا انا بدي اخذ حسب مثلا التخصص وبدي اختار ال العمر هون هاي ضفته وباجي بعطيه اوكي حيطلع زي معك اللي هو الجداول المختلفة اول جدول هي يوم القيامة اللي بيهموني اول شيء الار هي الار لاحظ لاحظ الارتباط ضعيف لانه اقل من النص مين العامل المستقل ومين العامل المتغير هي بيعطيك اياهم بعدين بوجود قيمة بي هيو قيمة ال P قديش ونفس الوقت اللي هو A يعني A وB بوجود لك يوم هاي قيمة B والاي واضح هذا الكلام هذا كله طب شو حستفيد منه هذا الاستفادة الكلام منه خلينا نرجع على السلايدات نشوفها أوكي هاي نفس المثال قايس نفس الشيء طول الوزن اوجد لاحظ المعادله هيها هي الاي وهي البي لاحظ الاي قيمتها هي موجوده هون هي شايف Weight قدام اسم الويت شايف هي الاي والبي هي قيمتها حطهم هون هلا اي قيمه تستطيع استنتاجها القيمه لاحظ هو اخذ على اذا كان وزنه 75 حسب من خلال المعادله طلع معاه 179 هلا ال 75 هو فعليا هي القيمه الحقيقيه 180 180 ناقص 179 فنسبه الخطا 0.4 مقبوله اقل من 5% اوكي؟ هلا ركزوا معي شوي ما هي معادله الانحدار المتغير T والمتغير المستقل S هلا لنفترض اذا كان A و B معروفات ثوابت فتي تساوي A اللي هي ناقص أربعة ضرب المتغير المستقل S ناقص اللي هي ال B ناقص سبعة أوكي هلا إذا وجدنا هناك مشاهدتين اللي أحدهما خمسة والأخر خمسة أنا حط القيمتين فالقيمة بيسموها بسموها القيمة التقديرية في شيء اسمه القيمة التقديرية وفي القيمة الحقيقية لاحظ القيمة التقديرية لاحظ طلعت هون ناقص 27 إذا كان قيمة المشاهدة الأولى خمسة والقيمة التقديرية للمشاهدة الأخرى اللي هي إذا كانت ناقص خمسة بتطلع عنده 13 طيب هذا الكلام شو بيفيدني؟ بيفيدني هذا الكلام في قبول وعدم قبول الفرضيات يعني إحنا بالأصل لما نسوي أي بحث في بكون عندي فرضية يعني مثلا حكينا من المرة السابقة أنه مثلا هل أنت آه... خلينا نقول مثلا فرضيه انه الطلاب استفادوا من التعليم الالكتروني عن بعد في جامعه جرش. فرضيه ثابته الطلاب لم يستفيدوا. اوكي؟ إيه عشان هيك اول ما بنيجي ميش بنشتغل بالفرضيات، اول في شيء اسمه حساب قيمه الوسط الحساب للعينه. الو؟ سامعيني يا شباب؟ اه سامعينك دكتور. اوكي. إيه حساب قيمه الوسط الحسابي للعينه عباره عن قيمه تقديريه اللي هي اليو اخذناها. مثلا الوسط الحسابي لعينة من الطلاب طلعت مثلا عندي 70 يكون هذا الرقم غير اذا اعتمدنا بس فقط على الوسط الحسابي، أيام بكون الوسط الحسابي غير دقيق، ليش؟ لأنه بتأثر الوسط الحسابي انتبه معي بالقيم اللي فيها تشتت يعني مثلا لو جيت قلت 1 5 2 1 2 3 4 5 طلع الوسط الحسابي تبعهم تجمعهم وجيت ضفت عليهم 100 يعني قلت 1 2 3 4 5 100 هاي القيمة 100 وجيت حسبتها حيصير في تشتت في الوسط الحسابي. اوكي؟ في عشان هيك في شيء بسموه في حساب الوسط الحسابي في بسموه التقدير النقطي والتقدير بالفترة. لاحظ ها المثال بحكي لك اياه اللي هو لو جيت طلعت الوسط الحسابي 1 4 5 6. الوسط الحسابي 4 و 1 كم؟ 5 هون 10 16 16 تقسيم 4 عددهم بيطلع 4 هذا الوسط الحسابي بنعرف هذا بسموه الإيش؟ التقدير النقطي بالقيمة. في التقدير بالفترة وهو عبارة عن إعطاء تقدير الوسط الحسابي. من خلال فترة بحد أدنى وحد أعلى على أن المحلل سيكون على ثقة بأن القيمة ستقع خلال هذه الفترة. يسمى هذا النوع من الف... من أنواع الوسط الحسابي بالفترات، فترة الثقة. يعني باجي بحسب الوسط الحسابي عندما تكون 90% من الثقة، نسبة الثقة 90% أو 99%. كيف؟ باجي بروح على شيء يعني هذا يعني بالفتره بكون اكثر دقه من ايش من القيمة هلا يعني كيف توجد بالاس اس اس بتروح على انالايز سكريبتس بتختار اكسبلور وفي الاكسبلور بتختار المتغير اللي بدك اياه حدد المتغير اللي بدك اياه وبتختار ايش سكريبتيف لاحظ ولما تختار سكريبتيف بقول لك عند اي عند اي مستوى ثقه هلا المقبول عادة 95% نسبة الثقة بس بشرط انه تكون حجم العينة يعني تكون حجم عينة كويسة ما تكون حجم عينة قصيرة هلا عشان تشوف هذا الكلام هاي ستوب خلينا نروح بس على التحليل الاحصائي بس اعطيك صورة عنه هاي شير انلايز اه, اه, خلينا نتذكر السكريبتيف فريكونسي اه, لنفترض اخذنا مثلا اه, العمر مثلا وجيت هون قلت له اعطيني الوسط هاي الوسط طلبت انه يعرض لي اياه بس هذا اخذناه سابقا لاحظ الوسط شو طلع معي الوسط الحسابي 19.25 لمين للعمر صح هلا اذا بتلاحظوا الاعمار 25 25 مثلا في واحد واحد عمره 18 واحد 19 واحد 20 ما في قيمة فيها تشتت واضح؟ وخليني لو دخل انه لو دخلت في قيمة بدي ارجع ارجع على الجدول عشان اورجيكم اياها شايفين ولا مش ظاهر؟ دخلت كمان رقم طالب مثلا هي 19 صفر وخمسة وخمسين خلينا نقول تخصصه إيه كمان تسويق إيه الأفريج معدله خلينا نقول ثلاثة نفترض إنه حطيت عمره هون خمسين هون هاي كمان ذكر هون خليه يكون راضي وجيت هون سويت سيف خليني هلا رجعت لا أورجيكم التحليل نفس التحليل اللي سويته بس ضفت عليه قيمة فيها تشتت زيادة Analyze Descriptors Frequency خليت نفس العمر وخليت طلع لي الوسط وقلت له اوكي شو طلع هون قبل شوي لما طلع قديش طلع 19 25 لما حطيت واحد عمره 50 طلع المتوسط 25 مع انه المتوسط مش 25، بتعرفوا ليش؟ لانه عندي واحد بس 50 من اصل خمسه. واضح؟ يعني الخمس. والاربعه اعمارهم بين ال 18 وال 20. يعني اعمارهم بال 20، فالمتوسط مش لانه يعني في قيمه متشتته. هذا بسبب اني انا بستخدم اللي حكينا عنه اللي هو ال ال الوسط النقطي بيعتمد على القيمه مش الفترات هلا ممكن وضحت الصوره شو المقصود فيه عشان هيك احنا احيانا في بعض الاحيان انت بدك تلجا ل اللي هو حكينا عنه هيو الفتره تلجا الى التقدير ليس النقطي تقدير بفتره وعند مستوى ثقه اوكي هذا بتروح نفس الشيء بدل ما تقول له فريكوانسي بتقول له اكسبلور بس اوكي عشان نشوفه مع بعض هاي التحليل نيجي انالايز سكريبتيف اكسبلور هاي شو اخترنا احنا العمر صح هلا هون في الاستاتيك شايفينهم في هون بتحدد مستوى الثقه هو المتعارف عليه مستوى الثقه 95% اي كونتينيو اذا بدك اعلى برجع لك لاحظ البيانات اللي اعطاك اياها لاحظ ورسم لك طلع هون المين اللي احنا نتعامل معاه لاحظ اللي هو 25 نفس اللي طلع هون طلعوا بوينت 40 هذا العادي اوكي هذا العادي بس لاحظوا هون شو اعطاك اعطاك ضمن فترات اعطاك عند مستوى ثقه هو بتراوح ما بين اقل شيء 8.29 و 42.51 هذا المتوسط عند هاي المستوى اقل شيء له واعلى شيء له يعني واضح وال5% عند 24% اللي هي هاي القيمه وضحت الفكره فهون الوصف الفترات اعطاك جاي يعني ما مش حيقل عن ولا حيزيد عن كذا عند مستوى ثقه معينه هون لاحظ اعطاك انه الاكستريم لاحظ انه هاي القيمه خارجي لاحظ مش ضمن يعني في عندك واحد 18 وواحد 19 و22 وفي واحد وقيمته لاحظ اكبر من يساوي 50 شايف؟ يعني اعتقد انه هاي القيمه هي اللي مغيره الوسط لما طلع عندي 25 هو فعليا مش الوسط للوسط كان قيمة يعني إنه بيجمع بقسم على عدد ولكن فعليا حسب الفترات لا ما بطلع هيك أوكي وضحت الفكرة هذا يعني إنك في بعض الكتب في التعامل مع هلا آخر شيء اللي هي اختبار الفرضيات هلا مش إحنا حكينا إنه في ممكن يكون عندي فرضية إنه والله الطلاب استفادوا من التعليم الإلكتروني في جامعة جرش انا باجي بقول في الفرضيه في الفرضيه بسموها الفرضيه الصفريه وفي البديل الصفريه اللي مثلا هذيك بتكون عكسها يجب ان تكون احدى الفرضية صحيحه والاخرى خاطئه فباجي بقول اتش او اللي هي الفرضيه الاساسيه او الصفريه ان الوسط الحساوي يوز وسط الحساب التقديري وتعالى أنا المتوسط الحسابي للمجتمع هو او يو وسط الحسابي او تعني ان مطروح حساب المجتمع الدراسه لا يساوي يعني يا اني بقبلها يا لا اقبلها هلا قبول الفرضيه وعدم قبولها مثلا عشان تاخذ مثال اذا كان وصل حساب البيانات التالي هو كذا اذا قمنا بتقدير وصل حساب المجتمع المجتمع عندي ب 170 فهل هذه الفرضيه صحيحه ام لا يعني باجي بقول انا فرضيته ان الوصل الحسابي للمجتمع انه 150 الفرضيه الثانيه ان الوصل الحسابي ليس 150 لم ينحسب العينه العينه عندي هاي الطول مثلا عندي الطول معين طيب هل اقبل الفرضيه او لا اقبل الفرضيه قبول الفرضيه او عدم قبول الفرضيه يعتمد على اجراء اختبارات اللي هو حكينا عنه فلاحظ هي القيم الطول عندي وهل قيم الوزن ف الوسط الحسابي للمجتمع اللي لو جيت حسبته انا جمعت جماعه القيم على قسمت على هذا طلع 170 هلا انا حاط فرضيه ان الوسط الحسابي للمجتمع 150 هلا حتى اتاكد من شغلي باجي بروح بقول compare بروح على analyze compare مين بختار ال... اني اختبر ال... اطلع الوسط الحسابي للطول اوكي انا عندي الطول والوزن ف سامبل تيست بسموه هذا اختبار التي تيست بسموه أه بحدد مستوى الثقه احنا حكينا عن مستوى الثقه أه 95% أه نلاحظ انا ومختار بنزل مستوى الثقه وبعدين بيطلع عندي هذا الجدول هلا لما بيطلع عندي هذا الجدول اطلع علي هاي نقطه كثير مهمه بدي اكبرها شوي اوكي ايش بسموه اختبار التي تيست خليني بس انزل عشان يطلع هيو أيوه. بسموه وان سامبل تيست اوكي اللي هي التي هاي بسموها في التي المحسوبه والتي الجدوليه آه هذا موضوع لك عشان بكره لما تسوي بحثك فرضياتك الاكبر فرضيات ولا لا هلا الفرضيه انه الفرضيه الاساسيه اللي هي الاتش زيرو انه المتوسط 150 هلا اللي طلع معي في الجدول لما جيت حطيت الوي الهاي عند مستوى الثقة 150 ويفحص القيمة عند 150 طلع عندي قيمة سج لاحظ صفر هون هي السج هلا إذا كانت السج أكبر من 0.0 نقبل فرضية صفر ونرفض الفرضية H1 ال H0 والاتش 1 يعني الفرضية الأساسية والفرضية البديلة اذا كانت قيمه السج اقل من صفر زي ما طلعت عندي هون لاحظت قيمه السج قديش؟ اقل من صفر نقبل لاحظ اذا اكبر نقبل هون لا نقبل اذا كانت السج اكبر من نقبل الفرضية هون لا نقبل في اشاره ناقصه لا نقبل ايش نقبل فرضيه اتش زي لاحظ لا لا العباره صح ولا نقبل h 1 هاي صح نقبل h 1 ونرفض اتش1 إيه اقل دكتور اه لانه اذا اقل او بتكتبون لا نقبل H0 ونقبل h 0 ونقبل ايش اتش اي يعني حسب بدك انت خدها على انت عشان ما تلخبط حالك خد دائما الاولانيه اذا القيمه اكبر من صفر من نص قصدي 0.05 نقبل الفرضيه الاساسيه اللي هي h 0 عكسها لا هلا كيف بدنا نسوي الاختبار هاد؟ بتروح على Analyze Compare مين وان سم اللي هو بسموه one sample t-test بنحدد المتغير اللي بنفحص عليه اللي هو اللي هو فحص على الطول اوكي okay. فحص الطول وحدد مستوى الثقة وعند مستوى الجمع خليني اورجيك اياها بس عشان تعرف الصورة هاي ستوب هاي شير هاي التحليل هاي Analyze ايش نروح علي ايش Compare نروح على Analyze هيو. احنا بدنا نختار كومبير means one سمبل t-test في انواع ثانيه مش مطالب فيها هلا انا مثلا بدي اضيفه على التخصص على نقول التخصص الاوبشن هون مختار الثقه 95 هلا الفاليو يفحص عليها التخصصات كان واحد ماليه بس خلينا نتاكد من التخصصات اللي اشتغلنا عليهم التسويق. التسويق, التسويق تسويق مالية تسويق تسويق واحد اه اوكي خلينا ناخذ تسويق واحد هاي هون واحد واوكي لاحظ السج هون لاحظ شو اعطاني قيمته 0.09 يعني اكبر من 0.05 اقبل الفرضيه هذا بسموه تي تيست اقبل الفرضيه الاساسيه اللي هي اتش وارفض الفرضيه البديهيه بكون انت مثلا في بحث انه الطلاب طلاب التسويق بفضلوا التعليم عن بعد مثلا هيك انت صايغ الفرضيه وتحط الصوره يعني بكون عندك فرضيات هل تقبل هاي الفرضيات او لا تقبل هاي الفرضيات استخدم معها اللي هو الاختبار اللي بنسميه اختبار اللي هو ايش التي تيست هذا الاختبار بيساعدك على قبول هاي الفرضيات او عدم قبولها زي ما شفت في المثال السابق اوكي لو رجعنا شوي هلا الفرضيه انه المتوسط الحسابي لاطوالهم 170 هذا هذا المحسوب هلا جيت انا قلت شو قلت في الفرضيه؟ انه اطوال الطلاب متوسط اطوال الطلاب 150 هاي الفرضيه تبعتي شايفينها؟ الفرضيه الأس... الاساسيه هاي بنسميها اتش او الفرضيه الاساسيه انه أط... متوسط الاطوال 150 هلا لما انا حسبت الوسط الحسابي شو طلع عندي؟ اخذت هي هي اطوالهم شايفين اطوالهم؟ جمعتهم قسمتهم على عددهم 170 هل اقبل هاي الفرضيه او لا اقبلها؟ شو بسوي؟ باجي بسوي اختبار اسمه تي تيست اوكي تي تيست بهمك الوصل الحسابي الفعلي اللي طلع معك اللي هو مئة 170 اللي هو قدرناه 170 الفرضيه بتقول ان الوصل الحسابي المجتمع 150 باجي هون طواله بسوي كومبير باجي بضيف الطول باجي بحط الفرضية شو بتقول؟ إنه الوسط الحسابي 150 عند مستوى ثقة 95%، هلا القيمة اللي طلعت عندي ايش؟ صفر هون سيج إذا كانت القيمة أقل من هي أقل نقبل صح إنه إنه الوسط إنه الفرضية بتقول إن الوسط الحسابي 150 للمجتمع فبقبل هاي الفرضية ولا اقبل انه الوصل الحسابي لا يساوي 150 وضحت الصوره هذا بيجي عاده في اخر دراستك للبحث في اي استفسار يا شباب الى هنا الامتحان عشان تكونوا بالصوره خليني بس اشير الموقع معاي افتحوا لي المايك عشان اذا في حد عنده اي استفسار موعد امتحاننا ان شاء الله بيجي يوم الاثنين ستة ان شاء الله وشكل عام انتم بخير بيجي بعد العيد ان شاء الله مباشره بخير. مباشره بيكون موعد الامتحان الساعه 6 المساء هلا 6 الا 5 بدكم تدخلوا على موقع الامتحان بدي بس اشوف الاسماء اللي ظاهره عندي الاسماء اللي ظاهره سماح موجوده سمعاني يا سماح سماح لازم تفوتي على موقع الامتحانات، موقع الامتحانات يا سماح اللي هو هيو مكتوب عندنا في مش هذا الموقع اللي منه، على الموقع الثاني. احمد وميس ومحمد سلامه كلهم بيعرفوا هذا الكلام، بس سمعنا أنا مش داخل على موقع الامتحانات. خلصنا الماده في محاضره يوم الاربعاء، نعم. محمد سلامه بيسال الماده كماده خلصنا اليوم خلص. هون نهايه بس بدي اتكلم عن بشكل عام عن الامتحانات ايه المراجعه حاسوي يوم الاربعاء محاوره مراجعه بدك تحضر برجع لك يعني هلا موعد الامتحان ايه بيكون يوم 8 6 الساعه 6 المساء 6 الا 5 بتدخل على موقعي اللي هي كاتب لك اياه هذا الموقع من جوه هذا الموقع اول ما تدخل بتشغل الزوم من جوه الموقع مش من هون يعني هاي حخفيها انت حتدخل هلا لاي سبب من الاسباب انا ححط هلا هون رقم تلفوني لاي سبب مثلا ما في نت عندك ما تخاف تتواصل معي على التلفون الشخصي اذا صار مشاكل معك بس الاصل انك تدخل على منصة بالعافيه الله يعافيكي مين معي سماح انا سماح اه إيه ايوه معك انت ما دخلت على موقع الامتحانات فبدك تدخل هلا يعني ما بيخلوك تدخل لانه الموقع مسكر الامتحانات لانه بلشت الامتحانات طيب متى افوت عليه؟ بتفوت يوم الامتحان الا خمسه الساعه 6 الا خمسه بيكون الباسورد هو نفس رقمك الجامعي. ان شاء الله. يعني بتحطي رقمك الجامعي والباسورد هو نفسه وبطلب منك تغيري الباسورد بتغيريها وتدخل على الامتحان. هلا لما تدخل على الله. الامتحان من خلال موقع الماده في زوم هناك تكبسي عليه عشان نصير نتواصل مع بعض. ان شاء الله. اوكي؟ آه، الامتحان سهل جدا عباره عن 15 دائره اوكي آه، 15 دائره مالتيبل شوز و10 دوائر اللي بيكونوا ترو وفولس اوكي الماده حتتغطى عندك انت اربع مواضيع رئيسيه حكينا عنهم في الانترنت حكينا عن قواعد البيانات والاكسل والاس بي اس يعني حيكون مثلا كل شابتر من هدول بده يكون ثلاثه ملتيبل شويز عليه او اربعه وترو تنتين معدل ترو فوس تنتين او ثلاثه دكتور كل شيء داخل يعني صح؟ اه كله كامل حيكون بس حيكون موزع يعني ما ما حخلي شابتر انه ما انت شايف عندنا اربع مواضيع تكلمنا عنهم حنغطي من كل موضوع حيكون دائرتين او ثلاثه من كل موضوع فقط حتكون اسئلة سهلة وبسيطة يعني بشكل عام تكون ما حنكون حندخل في تفاصيل كثير. في أي استفسار منكم؟ يوم الأربعاء بكون إذا في نقاش أو شيء مش واضح بأي استفسار منكم إياه بكون جاهز. تلفون إن شاء الله بحط لكم إياه هون على الموقع يوم الأربعاء عشان الامتحانات. إذا لا سمح الله صار عندك أي مشكلة في الامتحان تتواصل معي على رقم تلفوني. في أي استفسار من الجميع؟ الماده الماده زي ما حكيت هي موجوده قدامكم اصلا هي شايفين الماده هاي الفيديوهات المحاضرات كلها مسجله بما في محاضره اليوم هلا برفعها الماده هاي عندك الانترنت اول وحده قواعد البيانات هدول كلهم وحده واحده بعدين عندك الاكسل هيو والباوربوينت انت اعتمد على الباور اللي هم الباوربوينت هي وحده وهدول كلهم انا بقسم لك اياهم بس هم وحده واحده وفي عندك الاكسل هيو هون وعندك اللي هو الاس بي اس اس اللي هو الحزم الاحصائيه هي من هون ثم ملفات <applause> البي دي اف هذول زياده صح؟ هذول لك اكسترا زياده يعني نعم بس عندك تركز على الباوربوينت بالضبط في دراستك تركز على الباوربوينت عشان امتحان الفاينل في اي استفسار؟ دكتور يعطيكم العافيه موعدنا الله. يوم الاربعاء مراجعه عامه اذا في اي سؤال يعطيكم العافيه